عندي موضوع بايخ شوية، لكن ده قدرنا ان احنا نعرض على حضراتكم من وقت للتاني ما يحدث، لكن مش لكي تتصوروا ان ده اصبح هو السائد او انه بيتكرر كثيرا او لكن لكي تعلموا الحقيقة، لان الحقيقة هي يعني هدفنا في كل ما نطرح على حضراتكم. المقدس سلامة موسى وهيب وابنه هاني سلامة موسى وهيب لقوا مصرعهم اليوم بمنطقة جلبانة شرق الأنطرة. أحد أقارب الشهيدين قال قتلوا على يد تنظيم داعش الإرهابي أثناء عملهم بأرضهم الزراعية، حيث أن الضحايا لهم مزرعة بمنطقة جلبانة يذهبون لها على فترات. فوجئ الضحايا بإطلاق نيران عليهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي المحاصر حالياً من القوات المسلحة بعد أن نقلت داعش عملياتها من مدينة العريش إلى مدينة جلبانة. بالرغم من أنه هذا الخبر يعني في جزء سياسي مهم جدا، لكن يهمنا أن احنا نطمن على أسرة الشهداء. معانا الأستاذ حنة منير قريب الشهيدين سلامة وهيب وابنه هاني. سلامة مساء الخير، البقية في حياتك أستاذ حنة. ألو ألو أستاذ حنة. أيوة فندم. الباقية في حياتك، ربنا يعزيكم. حياتك الباقية، متشكرين لذوقك. كان في حد مع المقدس سلامة والشهيد هاني في الأرض، ولا أنتوا عرفتوا منين إيه اللي حصل؟ هما طلعوا الصبح بدري راحوا يشوفوا الأرض بتاعتهم في جلبانة، اتأخروا على العصر كده، بنرن عليهم التليفونات غير متاحة، فبدأنا نتحرك وندور عليهم ما لقيناهمش طول الليل، والشرطة الصبح قالت لنا دول توفوا. ده امبارح؟ امبارح هم مفقودين من امبارح. وانتوا تبلغتوا بان هم استشهدوا النهاردة؟ تبلغنا ان هم استشهدوا النهاردة. تمام، مين بقى اللي حكالكوا فكرة اطلاق النيران عليهم، وان النيران دي من قبل تنظيم داعش، وان تنظيم داعش نقل عملياته من يعني نقلها لمنطقة جلبانة من منطقة سينا؟ يعني طبعا هم في جلبانة هم ما اتضربوش بالرصاص، هم ماتوا زي شهداء ليبيا، موتوهم زي شهداء ليبيا، ذبحوهم. شفت انت فيديو شهداء ليبيا؟ نفس اللي حصل معاهم حصل معاهم. طب وانتوا عرفتوا منين؟ الشرطة اللي قالت لكم الكلام ده ولا عرفتوا منين؟ لا احنا نظرنا الجثث. نعم؟ لما بصيتوا على الجثث بتاعت الشهداء؟ استاذ حنة انت لسه معانا وانا مقدر مشاعرك. معلش تمالك نفسك علشان حق الناس انها تعرف الحقيقة، ودول يعني شهداء مش حد مات في حادثه، فالموضوع مهم. الو استاذ حنة انت لسه معانا صح؟ طيب انا مقدر طبعا مشاعر استاذ حنة منير، بس كنت احب اعرف منه يعني فكره انه القوات المسلحه محاصره. استاذ حنة؟ ايوه استاذ. استاذ حنة هو يعني الشرطه حكت لكم التفاصيل ديت، وانتوا لما شفتوهم عرفتوا ايه الوفاه حصلت ازاي؟ طبعا استاذ. طيب هل الشرطه اكدت لكم ان اللي اطلق النار تنظيم داعش؟ طبعا واحنا بنناشد سياده الرئيس ان هو يجيب حق الناس دي. دي ناس غلابه خالص هو ما انت تتخيل. طيب هل حضرتك كنتوا تعرفوا او وصل لمسامعكم انه في ناس من تنظيم داعش موجوده في جلبانه؟ هو في وصل لمسامعنا، بس هم اضطروا يروحوا ان هم يشوفوا ارضهم وحاجتهم، هم عندهم ارض وفي محصول بيلموه كده، فراحوا يشوفوا حاجتهم. لا انا مش بقولك راحوا ليه، ما هم اكيد ده حقهم ان هم يروحوا، لكن هل يعني حد مثلا اطمنتوا ان حد قام بتبليغ الجهات الرسميه الشرطه القوات المسلحه عن العناصر ديت؟
لا لا طبعا، احنا هنا في الغرب ما نعرفش ايه الموضوع في الشرق. ما تعرفوش. طب هل الشرطة طمنتكو ان العناصر دي محاصرة فعلا من قبل القوات المسلحة وانه هيتم طبعا التعامل طبعا معاها قريب؟ طبعا طبعا اكيد الشرطة مش هتسيب الناس دي، معروفين يعني، واحنا بنناشد سيادة الرئيس ان هو يجيب حق الراجل الغلبان ده، هو وابنه. اكيد اكيد، والحق ما بيضيعش لا في الارض في بلد زي مصر ولا في السماء. لا ربنا كبير، والبركة في سيادة الرئيس. يا رب يا رب. طب قول لي يا استاذ حنا، في اي بيان صدر عن اي جهة يخص الحادثة دي؟ لا لا ما شفناش بيانات لحد دلوقتي، ولا حتى من تنظيم داعش؟ لا لا ما شفناش، ما شفتوش بيانات. طب هل مثلا ما لسه دفننهم حالا؟ نعم لسه دفننهم حالا. ربنا يعزيك يا حبيبي ويعزي كل العيلة، وربنا هو بس اللي يقدر يدلق كده، وده تعبير كتابي، ربنا هو اللي يسكب في قلوبكم عزا قوي جدا جدا وسلام وفرح، لان دلوقتي بقى احنا لينا اتنين منورين بقى في السماء كده، نقدر احنا وحضراتكم وكل اللي بيتفرجوا علينا يطلبوا صلواتهم دلوقتي زي شهداء ليبيا، ما ظهروا الناس كتير وعملوا معجزات كتير وما زالوا. انا عايزك بس تقول لي يعني كنت عايز اسالك طبعا عن مساله الـ يعني الـ هل ليكوا حد ناوي يعني يعمل ايه في المزرعه ديت، يبيعها، يعمل، بتفكروا في ايه الفتره اللي جايه بخصوص الموضوع ده؟ لا احنا حاليا الصدمه واخدانا ومش هنفكر في حاجه يعني دلوقتي. لسه راجل مات وابوه، ان شاء الله تتطهر. احنا الصدمه استاذ ايهاب، ان شاء الله تتطهر المنطقه وتقدروا تروحوا وتمارسوا شغلكم عادي، وكون دي سبب بركه لمصر كلها. طبعا طبعا احنا بنناشد سياده الرئيس ان هو يجيب حق الناس الغلابه دول ناس غلابه. اكيد. طب ممكن تكلمني عن المقد السلامه وعن هاني؟ المقد السلامه كان راجل بسيط جدا جدا جدا، وعمره ما زعل حد، وراجل في حاله، مش راجل يعني مفتري ولا راجل كده ولا كده، ده راجل طيب جدا زي النسمة. صدقني مش عشان قريبي. ايوه ده راجل طيب زي النسمة. طيب وهان ابنه راجل طيب، هو باين حتى من شكلهم صدقني ان هما ما كانش ليهم مشاكل مع حد ولا خلافات ولا مع حد. ليهم مشاكل مع حد ولا مع اي حد، هما يعني لو حد تطول عليهم بيقولوا له الله يسامحك، عشان ما حدش بس بعد كده يحط التاتش بتاعه ويقول لك اصلهم كانوا على خلافات مع عيله كذا وتبادل اطلاق نيران ادى للوفاه. لا 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 مفيش، الناس دي ملهاش خلافات مع حد خالص. لا لا ربنا يعزيكم يا استاذ حنا والمقد السلامه. انا عرفت هو خال حضرتك مش كده؟ طبعا طبعا. وانتوا كنتوا عايشين معاهم في نفس المنطقه في الغرب وبيروحوا بقى من وقت للتاني يشوفوا مصالحهم؟ عايشين مع بعض في الغرب. طب من فضلك تبلغ تعزياتنا لكل الأسرة وكل العيلة الكريمة، وإن شاء الله إن شاء الله قريب خالص برضو نستضيف حضرتك وإنت بتطمننا على نهاية المجرمين دول وعلى إنه حق المقد السلامة والشهيد هاني محفوظ عند ربنا واتاخد كمان في الأرض. شكرا 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 ليك أستاذ حنا منير ابن أخت الشهيد المقد السلامة موسى وهيب وابن خال الشهيد هاني سلامة موسى وهيب. يعني طبعا موضوع مؤلم، وأنا الحقيقة ما حبيتش إن أنا أسأل كمان عن تفاصيل أكتر من كده تخص يعني لو سألت عن الجنازة وكده كان هيبقى الموضوع، وهو الراجل مش مستحمل، وواضح إن فترة الصمت اللي كنا فيها ما كانتش انقطاع للاتصال لكن كان التأثر منه. لكن فرحت ان هو قال ان هم ما دام كده كده الواحد هيموت. البابا شنوده كان ليه مقوله جميله قوي بيقول مصير الجسد انه سينتهي لكن ليته ينتهي من اجل عمل صالح. فاذا كان الانسان كده كده مات وفي نفس اللحظه دي وفي نفس التوقيت ده، طب ما يطلع بقى في مكانه الشهداء في اعلى مكان عند ربنا، لانه ما فيش اي شيء يخليهم. وجنب بقى كل الصفصطة اللي بتتقال هم شهداء كانوا، حد أكد لنا ان هم تسألوا ان هم مسيحيين ولا لا، ولا ايه اللي ذبحهم ولا ذبحهم ليه، ما مسألة واضحة
مين المستفيد وبيعمل كده ليه عشان يسبب أنهي شكل من الرعب عشان المنطقة تفضى والجو يخلاله ويبتدي يعمل عمليات تانية ويقول أنا موجود، ويبتدي بقى لو ما كانش فيه يقظة للقوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية كان عمل جريمة واتنين وصور وبعت وعرض. هو بياخد فلوس على كده، هو بياخدش فلوس بس على القتل، هو بياخد فلوس على التصوير وعلى يبعت لسياده يقول لهم ابعتوا فلوس تاني علشان الخدام بتاعكو، مش عايز اقول وصف تاني، اهو بيتمم ارادتكو وبيقتل في الناس المسيحيين الغلابة اللي ملهمش ذنب الا انهم ولاد ربنا وماشيين باستقامة ودعي عليهم اسمه كرحمته وليس كخطيئة.